لن يستطيع أحد أن يستخرج أو أن يبيع غازا ونفطا. كيف قرأت هذا الخطاب بالأمس؟ يا سيدتي، أنا في تقديري هذا الخطاب من أهم خطابات سماحة السيد حسن نصر الله، لأنه كان مليئا بالرسائل ومليئا أيضا بالمعادلة. يعني أنا ما لفت نظري عندما يقول ليس أمامنا إلا أقل من شهرين لحسم مسألة الغاز واستخراج الغاز اللبناني المشروع وحل وإنقاذ أزمات لبنان بالكامل. هذه نقطة. النقطة الثانية، قال نحن أرسلنا المسيرات من أجل إسقاطها، لكن لدينا خيارات مفتوحة جدا وعلى كل في الميادين في البحر والبر والجو. الأمر الثالث هي معادلة يعني كريش وما بعد كريش. هذا كلام يعني يؤكد بالنسبة لي أنا يعني هذا يذكرنا بحيفا وما بعد حيفا، يعني نعم قبيل حرب. يا سيدة يا ست سمر، الأمر خطير جدا. أنا في تقديري السيد حسن نصر الله يتحدث عن قرار اتخذ وليس في صدد البحث. يعني هو يقول بأننا يجب أن نستغل هذه أو هذا الظرف التاريخي المهم اللي هي حرب أوكرانيا. بايدن، الرئيس بايدن يأتي إلى المنطقة من أجل الاستعداد للحرب وليس من أجل الاستعداد للسلام. هذه المسألة. فالسيد حسن نصر الله كان واضحا جدا. أكثر ما يخيف الأمريكان والغرب، وأنا أعيش في الغرب هنا، أكثر ما يخيفهم في القادة والزعماء العرب هو قدرة الزعيم العربي على اتخاذ قرار الحرب وتنفيذه. والسيد حسن نصر الله يحتل يعني مكانة رفيعة جدا على هذه القائمة، اللي يستطيع اتخاذ قرار الحرب ويستطيع الذهاب إلى الحرب. إذن أستاذ عبد الباري، يعني وكأنك تقول بأن قرار الحرب قد اتخذ، نحن إذن على مشارف حرب مع العدو الإسرائيلي؟ نعم يا سيدتي، نحن على أبواب حرب. يعني السيد حسن نصر الله لما يقول لبنان يجوع، الموت في الحرب أو الشهادة في الحرب أشرف مليون مرة من الموت جوعا، وهذا حقيقي. لبنان انهار وليس ذاهبا إلى الانهيار. أنا يا ست سمر كنت في لبنان قبل 10 أيام. نعم. إنه معقولة أروح على مطعم في الشارع الحمراء أو يجي صاحب المطعم يقول لي أستاذ عبد الباري أنا بعتذر ما فيش خبز؟ خبز؟ ما فيش خبز في لبنان؟ طب ايش بقي اكثر من هيك؟ فالسيد نصر الله كان واضحا، يعني واضح جدا انه والله اذا لم يستخرج الغاز والنفط اللبناني لن يتم استخراج او بيع اي نفط او غاز اخر في المنطقه. نعم. وهذا حقيقي، يعني هذا كلام منطقي ومعقول. ليش يجوع اللبنانيين بينما يتنعم الإسرائيليين ويتنعم اليونانيين ويتنعم القبارصة ويتنعم الأكراد؟ ليش يجوع السوريين واللبنانيين فقط والفلسطينيين أيضا؟ يعني هذه معادلة يجب كسرها بكل معنى الكلمة. هل الجميع جاهز للحرب؟ يعني اليوم كان هناك رهان على أن الإسرائيلي يتحاشى الحرب وهو غير جاهز للحرب، في الوقت الذي عندنا في لبنان المقاومة تقول نحن لا نريدها ولكن إذا فرضت علينا نحن جاهزون لها. هذه المرة الحرب ليست نزهة لا للبناني لا لنا في الداخل ولا للإسرائيلي، لأن معادلات المنطقة اختلفت، التحالفات اختلفت أيضا، واليوم نحن نشهد أيضا على مشارف ولادة حلفين جديدين، يعني الحلف الأمريكي الخليجي الإسرائيلي وأيضا الحلف التركي الإيراني الروسي والصيني ضمنا عمليا. اختلفت قواعد اللعبة في المنطقة. يا ست سمر، الكمال الجوع مش نزهة. إذا الحرب مش نزهة، كمان الموت جوعا مش نزهة كمان. يعني لماذا يفرضون هذا الموت جوعا على الشعب اللبناني وعلى الشعب السوري وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الشعب العراقي وعلى الشعب اليمني؟ يعني خلينا نشوف الأمور من هاي الزاوية. يعني ليش لبنان بيمر بهذا الظرف؟ ولبنان عنده 600 مليار دولار على الأقل هي ثرواته في النفط والغاز. إحنا نجري